سمعيني زين منيرة، أنا لازم الحين أتفاهم معك. ما بتفاهم منيرة، صدقيني الموضوع صار كله صدفة. سكتي انتي سكتي، ها؟ صدفة ها؟ عاد صدقونا كل حلقة بعض؟ أنا مو متضايقة، كلش مو متضايقة والله العظيم. تدري ليش؟ لأن أصلاً أنت من البداية ما كنت تعني لي ولا شيء في حياتي، وهذه اللي يمك كنت أجيبها البيت عشان تنظف وتخم وتطبخ، يعني خدامة. يعني أنت الحين ماخذ خدامتي، ها؟ بس والله كسرت خاطري، يعني مساكين حتى عرس ما سويته ولا حفلة صغيرة. خايفة مني ها؟ بس عادي الحين داريت، سووا اللي تبي تسوونه، وهذه مني لكم. لك كلها تتهنون. منيرة منيرة منيرة، خليها خليها بس. هذي شلون دشت هني؟ والطقاق شلون عرفت المكان؟ ما ردها بتعرف كل شيء. بس شلون؟ هي مسخرتنا احنا الاثنين، وانت ما سويت شيء. ايش تبيني اسوي لها؟ اطقها؟ اقتلها مشعرها واحذفها برا؟ بعدين بطلقها انا خلاص. اي اوكي طلقها، بس خلها تتنازل عن كل حقوقها، عاد انت بروحك داش بالطوفه. صح كلامك. انا داش بالطوفه، ومن زمان داش بالطوفه. زين ما كسرت البيت علينا. زين انها عدت كذي. اوف. تنين. حرقت البيت كله تنين تنين يا رب.